بسم الله الرحمن الرحيم. نتأكد من في المورا إذا التسجيل تبعه شغال تمام. تسجيل الكاميرا، نفتح فولدر البروجكت، نختار الفيديوهات عن طريق الفولدر تخزين سيف، نسحب أول فيديو التايم لاين، وهلأ بدنا نحط الاوديو الموسيقى، نختار عدة موسيقات، هنا عم بختار الموسيقى. هلا عم بنسق شو احسن موسيقى ملائمة للفيديو. سحبت موسيقى هي مناسبة، احتمال يطلع معكم باي لحظة خلل، اللي هو انه صوت الفيديو يفصل فجأة، بكون خلل بالبرنامج نفسه او بإتقاني داخل البرنامج. الموسيقى عجبتني، هلا بدي اختار ترانس تونز، جملة شوي صعبة بنتعلم عليها من الدروس السابقة الجاي لأنها طويلة. هلا عم بختار إفكت، كل هذا عليه إشارة جوهرة باللون النهدي الزهري، كل هذا مدفوع مسموح لي استخدمه، بس لما يكون شغل رسمي لازم اشتريه عشان ما اكون رشيت العميل. هلا بدي اقص باقي فيديو البانكيك، بدي احط فيديو تاني، اليوم الفيديو تبعنا كله عن الكيكات السريعة. هون هاي إشارة تحكم بصوت الفيديو، هون ترفع أسهم، سهم خط أخضر عليه نقاط تتحكم بصوت الفيديو الأوديو، هون مؤثرات تانية غير أخذناها بالدروس السابقة، هون مسطرة عشان تفعل الفيديو، إذا توقفت بتوقف الفيديو، هون آخر فيديو بنزله عبارة عن بانكيك وبلوبري جاهز، مش شغل يدوي. هاي الإشارة إذا بدي أصور جزء من الكاميرا بالفيديو، هون هلا عم بتحكم بصوت الفيديو. هلا عم بفحص الفيديو، عملت سلو موشن، خليته فجأة يسرع وفجأة يبطل. هلا بدي احط مؤثرات غير الارقام اللي حطيتها بالفيديو قبل، علامة استفهام.
زي كأنه شخص بسأل شخص إذا هذه الأكل زاكي أو لا، مثال يعني. هلا عم بتأكد من برمجة التايم لاين اوتوماتيك السريعة، تطفي الفيديو، بتطفي الصوت، تطفي الشريط كامل. في طريقة رح نتعلمها اللي هي تشطب الشريط او تزيد الشريط اذا شغلك كان كبير زخم. هون حطيت سبسكرايب للي بحب يحطها اذا كان شغله على الاونلاين. هيك لما تختفي السبسكرايب هلا عم بفكر شو اعمل حتى احسن من وضع الفيديو. شطبت هلا بواقي الفيديو حتى انظم الفيديو حتى يطلع للعميل اشي مرتب. هون اطارات للفيديو كلها مدفوعة طبعا. هون اطار بسيط هيك دوائر واكمل لون خفيف. هون الايقونات اضافية من البرنامج من الفيلمورا اذا بدي احسن من صوت الفيديو او من شكل الفيديو كصورة مو كصوت. وفي نظام فايل اذا بدي افتح عدة بروجكتات. هون مؤثرة مرئية بصرية، مرئية أو بصرية حسب نوعها، شكل دائرة اشي بسيط هيك يزيد من جمال الفيديو. هون المؤثرة هاي طويلة كتير اضطريت اصبع الباقي تبعها. هون عم بتفحص شريط الفيديو تبع صورة واجهة الكاميرا بالفيلمورا. هلا هون سيف از، بدي اسميه مثلا وليد اي اي فيلم، بوليد ايمن فيلمورا اسم الفولدرز. هون اجتني اشارة غريبة ما بتحكم فيها، بتركها على جنب، يمكن هي اللي طفت لي صوت الفيديو. هون بدي اتأكد من هون اذا بدي الغي تخزين فيديو، بس انا ما بدي الغي كل اشي بدي اخزنه. هون إذا بدي